ترتي على التليفون يا ناتي. هو انا فاضيه يا سكرينه ما تشوف مين؟ تنينه مفيش اسم. طب رد. الو 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 قفل السكه في وشي اول ما سمع صوت. ما يمكن حد طلب الرقم غلط واتكسف وقفل. وليه ما تقوليش حتى لما سمع صوتي قفل؟ كان عايز يسمع صوت حد تاني. قصدك ايه يا سكرين؟ قصدي انت فاهمه كويس يا ناتي. نمرة 2 دي يا ناتي. ده دي نمرة طارق. هي تاني يا ناتي تاني. ما انا قلت لك يا ناتي، قلت لك طريقتي ايه؟ ما تتكلميش معايا تاني. والله العظيم ثلاثة ما اتكلمت معايا. هو الواحد اتصل بيا من يومين وانا صديته وقفلت في وش السكة، وقلت له ما يتصلش بيا هنا تاني. جاب رقمك منين يا ناتي؟ معرفش والله ما اعرف. يا طريق الكلب شكله كده مش هيجيب على البار. وانا مش هعدي على خير يا ناتي. رايح فين يا سكرين؟ يا سكرينة سيبني ورايح فين؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ عاوز منكوا ايه يا ابني؟ انت مين انت عشان عاوز منك؟ انت هتستهبل. انا جوز ناتي. اها بس انا هعتب عليك بصراحه. راجل طويل عريض زيك كده ويرضى يكتب بنت مش بنته باسمه. طب يا اخي خد راي ابوها على الاقل. انت مين؟ محمود استهبل. اوعى عينك. انا ممكن اموتك هنا في بيتك. تموت مين يا ابني؟ اموتك انت. انا هعرفك بقى تموت مين. انا مش هسيبك يا طارق. تمام انا عايزك تبقى قد كلمه. تمام. الو. ايوه عمر باشا. لا يا حبيبي الامر لله. دلوقتي كان في حرامي متهجم على الفيلا. عايزك تبعت لي قوه من الاسم. اها مستنيك. تمام. عايز تقول له حاجه ولا لما يجي؟ حسب الله ونعم الوكيل يا طارق. حسب براحتك. انا مش هسيبك يا طارق، انا هقتلك يا طارق. سكرين اتاخر يا ماما، انا قلقانه عليه. جيب العواقب سليمه يا رب. يا رب احنا مش كنا خلصنا منه. راجع عاوز مننا ايه تاني؟ مش عارفه يا ماما، مش عارفه.